بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلب التعليم المفتوح، الفرقة الأولى، المستوى الأول، مادة أصول المحاسبة ونظم المعلومات. يحاضركم محمد عبد الحافظ في شرح الجزء المتبقي من المنهج بأسلوب التعليم عن بعد، حيث سبق شرح المحاسبة عن حسابات الميزانية بالكامل في المحاضرة الكلية. لذلك يتمثل الجزء المتبقي من المنهج المقرر المحاسبة عن حسابات الدفع والتقحيح لحسابات الأستاذ، وسيتم شرحها من خلال أسلوب التعليم عن بعد. والله الموفق، محمد عبد الحافظ. مراجعة تذكيرية لمحاضرة المحاسبة عن حسابات الميزانية. في المحاضرة تم التعرف على بعض التعريفات المحاسبية، منها المعاملات المالية إنها معاملات مدينة ومعاملات دائنة، والمعاملات المدينة تنشأ في الجانب الأيمن، والمعاملات الدائنة تنشأ في الجانب الأيسر من اليومية العامة، وإن حسابات الشركة نوعين: حسابات تعبر عن المركز المالي للشركة اسمها ويطلق عليها حسابات الميزانية، وحسابات الدخل لقياس نتيجة النشاط من الأصول. الحسابات الميزانية فرقنا بين الأصول اللي هي الممتلكات أو الحقوق، والخصوم وهو الملكية للالتزامات أو الديون على الشركة. وتكلمنا عن الأصول تنشأ مدينة، وبالتالي الزيادة فيها مدينة والنقص دائم، ووصلنا للقاعدة المحاسبية اللي تقول الزيادة في المدينة مدينة والنقص في المدينة دائم. أما بالنسبة للخصوم تحدثنا انها تنشا دائنه، هي حساب من هي حسابات دائنه، تنشا دائنه وبالتالي الزياده فيها دائنه والنقص مدين، وتصاعدنا للقاعده المحاسبيه اللي بتقول الزياده في الدائن دائن والنقص في الدائن مدين. وكانت المعادله المحاسبيه بتساوي الاصول بتساوي الخصوم زي الحقوق كده. قربنا لتمرين وضح من خلال 7 حالات تم توضيح تأثير المعاملات على معادلة الميزانية والمعادلة المحاسبية للميزانية وقيود اليومية لحسابات الميزانية. وكان شريحة وصلنا لها، كان هذه الشريحة تأثير المعاملات على المعادلة المحاسبية لمنشأة الحافظ، ثم 7 عمليات. وكانت الأرصدة في نهاية الفترة 70 175 75 50 15 30، والخصوم 190 235، مجموع الأصول تساوي مجموع الخصوم. في الآخر خطوة قلنا التوازن ده بجيب منه مطلوب تاني اللي هو كيفية إيجاد ميزان المراجعة في الأرصدة والميزانية على شكل حرف تي أو قائمة مركز مالي، ميزانية في شكل قائمة. وبالتالي هناك 3 مطالب من اخر سطر في الجدول الارصده، وهي ميزان المراجعه وقائمه مركز المالي، مره على شكل حرف تي مدين وداين، ومره بشكل قائمه الاصول فوق والخصوم تحت. بالنسبه لميزان المراجعه، كل ما تم عمله وضعنا الأرصدة المدينة في الجانب المدين الأول عمود، والأرصدة الدائنة في الجانب الدائن بعد الأرصدة المدينة لإعداد ميزان المراجعة. الأرضي 70، نقدية 175، آلات ومعدات 75، مباني 50، بضاعة 15، سيارات 30، وفي الجانب الأرصدة الدائنة الدائنون 90، حقوق الملكية 125، والمجموع 415، هي عملية نقل فقط لآخر صف في تأثير المعاملة. ولو جينا للميزانية العمومية على شكل حرف تي، فالمدين كأصول في الجانب الأيمن والدائن في الجانب الأيسر، والمجموع برضه 415 هو آخر سطر أيضا، آخر سطر أيضا في تأثير المعاملة. ولو أخذنا شكلها فالقائمة فوق في الجانب جزئي وكلي، كل يعني مجموع جزئي تفاصيل. بنحط الأصول أولا: أراضي، نقدية، آلات، مباني، بضاعة، سيارات، مجموع 15، إجمالي الأصول. تحتها تحت الأصول دائما هو ملكية 90 25، يبقى 415 إجمالي الأصول حكاية.
وبالتالي تم مراجعة المحاضرة الأولى التي سبق عرضها في الكلية في آخر مقابلة بيننا أعزائي الطلاب.